احنا كعاملة نظافة بالمستشفى الإقليمي لمدينة كرسيف عندنا ملف مطلبي من أجل حل المشاكل التي ابتدأت منذ اشتغالنا. ملفنا المطلبي يتجلى في حقنا النقابي والاستقرار المهني كالطرد والطرد اللي تعرضوا الأخوات اللي معنا وحدين اخرين معرضين الآن للطرد، تصحيح الأجور، الحق في العطل السنوية والأعياد الدينية والوطنية. أنا عاملة في المستشفى الإقليمي بجرسيف، عندنا مشكل مع مولات الشركة اللي شادة الميناج. أولا وقبل كل شيء أنا من ضمن ديك السيدة اللي تعرضت للطرد التعسفي، انا واحد السيده معايا بدون متابعه، بدون ليكري في الاداره، بدون شكايه من مواطن، بدون حتى شي حاجه. الاسباب ديالي علاش طردتني على اسباب ديال النقابه. قالت لك انت هي في النقابه دوينا على الصالير، ملي دوينا على الصالير قلنا لها بان حنايا ها بشحال خصنا نتخلصوا بشحال، وها السويع اللي كنخدموا 14 ساعه بالليل و8 السويع كنخدموا حتى 10 السويع بنهار. ملي دوينا مع بحال هكايا قالت لك انت هي داخله مع النقابه، انا الناس اللي مع النقابه ما عندي ما ندير بهم. تفاجأ جيت نخدم تفاجأت حتى حبساتني، صيفطت ليا الخدام ديالها كيعنفني وكيقلع عليا الطابليه من فوق من ظهري وخرجني، قال لي ما تخدميش. وملي قلت لي علاش قال لي مولات الشركه، قالت لك هي مولات الشركه تدخل اللي بغات وتخرج اللي بغات، وانا يا 3 سنين وانا خدامه وعندي بنت كنخدم عليها ارمله، البنت كتقرا في لافاك وهزيت كريدي عليها باش نخلص عليها. راك ما عارفين وجده اشنو تتكري ليها من كرسي في الوجده. طردتني بدون سبب، بدون مشاكل، بدون ليكري في الاداره. ملي تيقولوا ليها علاش كتقول لهم كاع اللي عندي في النقابه، انا ما عندي ما ندير به، اسباب نقابيه. وعندي اوديو كيتثبت بلسانها بان هي قالت صيفطات ليها البنت ديالي وقالت ليها المشكل اللي دارته لك ماما تحمليه في وجهي، انايا راني بغيت نكمل قرايتي. قالت ليها لا، امك مشات للسلطات وباش دق بابي وترجاني انا، مشات للسلطات ومشات للنقابه، والنقابه راه خدموا بها خدمتهم وجروا بها الحصيره بهاد الالفاظ، خدموا بها خدمتهم ولاحوها مع الزنقه. انا تمشي لعند النقابه وهما ينفعوها. انت دابا واش كطالب؟ انا كنطالب بالرجوع للخدمه ديالي وبرد الاعتبار ديالي على الطرد التعسف ديالي انا والسيده اللي معايا. غزيل حاده. اولا كنشكركم على المواكبه الاعلاميه، كنشكروا موقع صوت العداله على المواكبه الاعلاميه فيما يخص مشكل عاملات النظافه بالمستشفى الاقليمي لجرسيف. اولا باش نذكروا بالحيتيات ديال هذا الملف هذا اللي المشاكل ديالو تراكمت منذ سنه، وخلال هذه السنه عقدنا مجموعه من اللقاءات المشتركه لا سواء مع المديريه ديال التشغيل، لا سواء مع السلطه الاقليميه، ولا سواء مع اداره المستشفى الاقليمي لجرسيف، من اجل التدخل على خط المشاكل اللي واقعه بين الشركه والعاملات اللي كينضويو تحت هذه الشركه هذه. فيما يخص المشاكل، هي هناك مشاكل متعدده. اولا كتعلق على راسها احترام الحريات النقابيه، لان ما يمكنش اننا نقبلوا ان العاملات كيطلبوا بحقهم في اطار الممارسه النقابيه ويتعرضوا للطرد او يتعرضوا للتسويف او يتعرضوا للممارسات اللي هي غير مسؤوله. ثانيا كنطالبوا بتفعيل بنود مدونه ديال الشغل في حق هذه العاملات هذه من طرف المسؤوله عن الشركه. كنطالبوا كذلك بالتعويض كما كيطالبوا هذه العاملات هذو بالتعويض عن العطل السنوية، العطل الدينية، كذلك العطل الأسبوعية. فيما يخص الأجر، نحن نطالب ككونفدرالية ديمقراطية للشغل بجرسيف المكتب الإقليمي، نطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجر الخاص بهذه العاملات هذه، لأننا ما يمكنش أن نقبلوا
ما يمكنش اننا نقبلوا بعاملات يشتغلنا يعني خارج المنظومه ديال المدونات الشغل، وبالتالي كنطالبوا بكل المسؤولين لا سواء الاداره من اجل التدخل ولا سواء المديريه ديال التشغيل من اجل التدخل لوضع حد لهاد هاد هاد المشاكل اللي كما قلت عمرت طويلا يعني منذ سنه. فيما يخص المديريه ديال التشغيل، المديريه ديال التشغيل نعتقد بانها دخلت على الخط يعني من اجل احترام مدونه الشغل، ورسلت المسؤوله عن الشركه من اجل يعني الجلوس الى طاوله المفاوضات حتى يعني نرد او نسترجع الحقوق ديال هذه العاملات هذه، كما كانت هناك لقاء على مستوى العماله يعني من اجل الاستجابه للمطالب والحقوق ديال هذه الشغيله اللي كتخدم كمستخدمات من داخل من داخل من داخل المستشفى الاقليمي. كذلك نطالب بالاستقرار المهني لهذه العاملات هذه، ما يمكنش اننا نقبلوا بهذه المسؤوله ديال هذه الشركه هذه كل 6 شهور او كل 5 شهور طردنا عامله. كان هناك طرد ديال واحد العامله عملنا على ارجاعها، لكن فيما يخص مجموعه من النقاط الاخرى اللي كاينه في الملف المطلبي ديال النقابه الوطنيه للمستخدمات بالمستشفى الاقليمي، هذه المطالب هذه كتجلى كما سرت في الاحترام ديال الحقوق النقابيه والممارسه النقابيه الانتماء النقابي. كيطالبوا كذلك بالعداله الاجريه، كيطالبوا بالراحه الاسبوعيه، كيطالبوا بالتعويضات عن العطل، وبالتالي لا نسمح ان اي كان يدوس على الكرامه ديال هذه العاملات، لان كرامتهم فوق كل احترام.